سجلات الأرشيف التشابتر الأول. فورتنايت والرقص 3D انيميشن ثانوس جيجين كوك ان يور فلافي اس محمد خصيان بي مين دانس فورتنايت ايبك جيز مين تحب مارفل اي مين كان سيريوس اختلافيه سيج از جاي جماعتي يطلعون الجام يروحون للمول انا اجي وياكم انتنس هم كان سيريوس يا زربه اعتقد ما حد راح يجي وياي مثل اي سنه محمد غسان يلعب بالخص جاي ما حد راح يجي طلعتك يا جاي كلها ملتهيه بالدراسه يا جاي قضيت في ترويج جماعتك كان سيريوس خصيان سجلات الارشيف الشابتر الثاني دلو لا محمد غسان ليش احمد التميمي وات ذا فك محمد غسان عير بطه فورتنايت والرقص 3D انيميشن ثانوس محمد غسان اني الحس محمد خصيان محمد غسان ها شنو هذا يحكي عليه ابوبه ابوي ترى ما اقبل شنو هاي بي مين دانس فورتنايت ايبك جيز مين تحب مارفل اقول لك راح اروح انام وانت فرخ اذا تسوي اعاده توجيه لدلو جماعتي يطلعون الجام يروحون للمول انا اجي وياكم انتنس هم كان سيريوس يا زربه اعتقد ما حد راح يجي وياي مثل اي سنه محمد غسان اقول لك شنو هذا غبي حرفيا اول مره جت بيها انت وحسام ورشي ومتو ها هذا هو يقول هيك هذا زمال ايه غبي اهلا يضربوه جاي ما حد راح يجي طلعتك يا جاي كلها ملتهيه بالدراسه يا جاي قضيت في ترويج جماعتك كان سيريوس خصيان حبي هذا ترى انا مجرد رسول يعني اني ما اؤمن بحكيه ويعني ما اوقف وياه انا مجرد رسول دلو احكي دلو احكي خليك تبسك الصراحه غير ما حد يهتم له طلعه ما حد يهتم طلعة تخيل زربة صاحبك المقرب من الخشمة يهتم من الخشمة يعني بس تجي زربة على مود يطلع وياك على مود يسي ونسك اهي لا that's it دا اقتبس دلو حاليا اهو جماعة التفاؤل والامل واللي الحياة زربة حياتهم كلها زربة ويسمونه وين الناس تسمى حياتهم زربة ما يحبون لما نلعب بس يزقون بعد هاي كافي سنتجيل دلو رد عليك بتنفس ثقيل غلس غلس that wasn't part of the scenario هاي mistake my mistake نهاية الشابتر الثاني